اخواننا الاعزاء سمعتم من الاخوه المتكلمين سابقا مواقف المفتين والعلماء الكبار من السلطه السياسيه اذا كان السلطه السياسيه يقوم عليها من يخاف الله تبارك وتعالى ويرجو الله واليوم الاخر ما في اشكال لانه يسمع كلام الشرع ويخضع له واما إذا كان على خلاف ذلك فالأمر مختلف وينبغي أن لا يتوافق العالم أو المفتي أن لا يتوافق أبدا مع السلطة السياسية في فتاويه التي قد لا سمح الله تفرض عليه فرضا هنا العزل أفضل بألف مرة من أن يبقى على الكرسي ولو بفتوى واحدة ولو, ولو صرح بفتوى واحدة يوافق فيها هوى السلطان ويخرج فيها عن حدود الشرع فاولى له ان ينعزل ويجلس في بيته فذلك اشرف له في هذه الدنيا واكرم له عند الله يوم القيامه ان شاء الله تعالى. ايها الاخوه سمعتم مما تفضل به اخواننا من تاريخ الفتوى في ليبيا وغيرها عن هؤلاء الرجال الذين كانوا مفتين تقلدوا منصب الفتوى ولكن تقلدوه بحق وأعطوه ما يلزم من المواقف الثابتة الراسخة التي توافق دين الله تبارك وتعالى ولا تهتم بها والسلطان لا من قريب ولا من بعيد جزاهم الله خيرا ورحمهم رحمهم مولاه سبحانه وتعالى وجمعنا بهم في مستقر رحمته إن شاء الله تعالى أخوانا في أمثلة كثيرة على هذا أنا أذكر مثال واحد من بلادنا من سوريا كان الشيخ أبو اليسر عابدين وهو من أسرة الإمام ابن عابدين صاحب الحاشية في المذهب الحنفي الإمام المشهور رضي الله تعالى هو من أسرته والشيخ أبو اليسر عابدين كان مفتيا بحق كان مفتيا بحق في عهد الوحدة مع جمال عبد الناصر كان هو المفتي من قبل أن يأتي جمال عبد الناصر إلى دمشق واستمر ولكن لما تصرف جمال عبد الناصر باموال الناس واصدر القرارات الاشتراكيه التي تؤمم هكذا سماها تاميما وهي في الحقيقه مصادره حينما اصدر اوامره بمصادره الشركات الكبرى والمصانع الضخمه التي كانت في سوريا وضمها الى الدوله ومثل هذا التصرف مباشرة دون أن يستفتى الشيخ أبن الوسر دون أن يستفتى أصدر الفتوى بتحريم ذلك كله وأن أموال الناس لا يجوز التسلط عليها لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا, إلا عن طيب نفس اعتمد على هذا الحديث وأصدر فتوى مطولة بتحريم التأميم ما يسميه عبد الناصر التأميم وهو المصادرة حقيقة ولم يستطع جمال عبد الناصر أن يفعل شيئا حتى حتى عزل الشيخ سراع الدين لم يتمكن منه لأنه كان يعلم أن مكانة العلماء في سوريا تختلف عن, البلاد عن كثير من البلاد الأخرى أن مكانتهم عند الناس متجذرة في قلوب أبناء البلد والحمد لله وبقي مستمرا إلى ما بعد الانفصال وأول كلمة صدرت في إذاعة دمشق اول كلمه بعد رحيل عبد الناصر انما هي كلمه الشيخ ابو الاسر عابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ولو ترجمه رائعه جدا لا يتسع المجال لذكرها وخاصه في مجال الفتوى رضي الله تعالى عنه وارضاه ايها الاخوه استقلاليه المفتي استقلاليه المفتي اولا في تعييني اذا امكن ان نصل في المستقبل القريب ان شاء الله في كثير من الدول العربيه اذا استطعنا ان نصل إلى الاستقلالية في أصل تعيين مفتي بأن لا يعينه الحاكم أصلا وأن يعينه أهل الحل والعقد أو أهل العلم المعروفون المشهورون هذا هذا إنجاز أنا أعده إنجازا رائعا جدا أن نتمكن من هذا في في بلاد المسلمين إن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك ولو أنه انتخب من قبل العلماء والفطاح الكبار من أهل العلم ينبغي أن يكون مستقلا في, فتوى في فتاويه التفصيلية عن رغبة الحاكم أن ينظر إلى الأدلة التي نصبها الله تبارك وتعالى له بين يديه وأقوال العلماء السابقين من المذاهب الأربعة وغيرها أن ينظر في هذا وأن يكون هذا دليله ومسترته التي يسير عليها ولا يخالفها أبدا إذا كان كذلك ف نكون نعيش ان شاء الله في بحبوحه من لطف الله سبحانه وتعالى في قضيه الشرع وفتاوي الشرع، وان لم يكن كذلك فنحن في بلاء عظيم بلاء عظيم على الامه حينما ينحاز العلماء الى صف السلطان ويتركون رغبه الشرع او احكام الشرع جانبا ولا حول ولا قوه الا بالله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأسأل الله تبارك وتعالى لهذه الندوة التوفيق والنجاح والفلاح وأن تصدر إن شاء الله بمنجزات ومخرجات رائعة تفيد بلادنا في مسيرتها إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى